هل ممكن أن تتكرموا علينا بشيء من الإفاضات النورانية فتشرحون لنا صيغة صلاة الفاتح وهي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق؟ سيدنا محمد سبب في انفتاح القلوب الضارعة لرب العالمين، لأنه علمنا الذكر وعلمنا التقوى وعلمنا التخلي من كل قبيح وعلمنا التحلي بكل صحيح وعلمنا كيف نتعامل مع التجلي وعلمنا كيف لا نلتفت في طريقنا إلى الله وعلمنا الذكر والفكر، فكان فاتحا لما أغلق من القلوب صلى الله عليه وآله وسلم، والخاتم لما سبق لأنه ختم النبوة وختم الرسالة وختم الوحي، ناصر الحق بالحق لأنه ينصر الحق سبحانه وتعالى بالقرآن وهو حق، فينصر الحق بالحق يعني ينصر الله بكلامه، والهادي إلى صراطك المستقيم، نعم هو يهدي، إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء، إنما الهداية هنا بمعنى الإرشاد، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. فتأول الآية، فالنبي لا يخلق الهداية، الذي يخلق الهداية الله، ولكن النبي يدل على هذه الهداية.